السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شي بخير، نتمنى تكونوا كاملين الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. ما تنسوش إخواني ضغطوا على زر إعجاب باش الفيديو يطلع ويحقق نتائج إيجابية. أما بالنسبة للإخوة اللي كيشاهدونا الأول مرة، إذا ما حسيتوا على أننا كنقوموا بجهود كبيرة باش أننا نوصلوا المعلومة، فما تنسوش تشاركوا بالقناة باش تساعدونا أننا نطوروا هذا المحتوى بشعار عاش المغرب لا عاش من خان ولا غالب إلا الله والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين. نمر إلى أبرز العناوين. الملك محمد السادس يعزي رئيس إيطاليا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق. إيقاف جزائري في المملكة المغربية بعد احتجازه وتعذيبه شخصا معاقا. صورة من الجو تظهر تقدم ورش ميناء الدخل الأطلسي. السيرة الذاتية للجاسوس الإسباني الذي كان يشتغل في القوات المسلحة الملكية عبد الإله عيسو الخائن الذي تخلت عنه إسبانيا وارتمى في حجرة الكابرانيتا. الحموشي يطرد مسؤولا جنوب إفريقي كبير من المملكة المغربية لهذا السبب. الباترون المغاربة ينتصرون للوحدة الترابية للمملكة المغربية ضد عجرفة إيمانويل ماكرو، ضربة اقتصادية قوية. تصريحات جزائرية، ما هي الأهداف غير المعلنة لزيارة عبد المجيد تبون الرئيس السوري إلى موسكو؟ بعد تصريح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطافة، هل تستغل الجزائر موقعها بمجلس الأمن الدولي للدفاع عن أطروحة الصندلية؟ وما الذي ستجنيها؟ التحضير للاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء إسرائيل، توفد مسؤولين كبار للرباط. جبل التروبيك الكنز العظيم تحت بحر المغرب سيجعل المملكة أغنى دول العالم. في خرق لاتفاقيته مع المملكة المغربية، النظام الجزائري يستعد لربط غار جبيلات بسكة حديدية لاستغلالها. بعد إعلان الجزائر استغلال منجم غار جبيلات، المغرب يطالب بإعادة ترسيم الحدود المغربية الجزائرية ويضم الصحراء الشرقية والتفاصيل رائعة، فانتظروه. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجيو ماتيرا، وذلك على إثر وفاة رئيس وزراء الجمهورية الأسبق سيلفيو بيرلسكوني. وقال الملك في هذه البرقية إنه تلقى ببالغ التأثر نبأ وفاة رئيس وزراء الجمهورية الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني. ومما جاء في برقية الملكة: بهذه المناسبة المحزنة أعرب لفخامتكم ومن خلالكم لأسرى الفقيد وللشعب الإيطالي الصديق عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في وفاة شخصية وطنية تركت بصمة بارزة في الساحة السياسية والاقتصادية والإعلامية الإيطالية، رجيا لكم جميل الصبر وحسن العزاء. أوقفت المصالح الأمنية في مدينة الدار البيضاء مواطنا جزائريا يحمل الجنسية الفرنسية أيضا لتورطه في احتجاز وتعذيب شخص يعاني من إعاقة. الأمن أوقف المشتبه به بناء على موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه لتورطه في احتجاز شخص يعاني من إعاقة حركية وعقلية وتعريضها للضرب والجرح المفضي للكسر. تواصل السلطة المغربية الأشغال على مستوى المشروع الملكي الضخم ميناء الدخل الأطلسي، حيث بلغت الأشغال فيه إلى حدود اللحظة حوالي 20% وفق التقارير الرسمية الأخيرة.
وتقوم السلطات المعنية بالدخل بمراقبة أشغال هذا الورشة العملاقة وتتبعها أول بأول وطيلة أيام الأسبوع للانتهاء من تشييده في الوقت المحدد لها وفق التعليمات الملكية السامية. وأظهرت صور جوية خاصة توصلنا بنسخة منها مدى تقدم الأشغال الذي وصلت إليها بالميناء الواقع بالمنطقة البحرية أنترفيتا والتي تقع على بعد 40 كيلومترا شمال مدينة الدخل في الجماعة القروية العرقوبة. ويندرج هذا المشروع الضخم الذي كان موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعها أمام الملك محمد السادس في فبراير 2016 في إطار التعليمات السامية التي أكد عليها الملك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السنوية 45 للمسيرة الخضراء. وستساهم هذه البنية التحتية المينائية من مستوى عال في مواكبة الدينامية التنموية والطفرة الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية عموما وجهة الدخل وادي الذهب على وجه الخصوص في عدد من القطاعات الإنتاجية لا سيما الصيد البحرية، بالنظر إلى أن اللؤلؤة الجنوب تزخ بمؤهلات بحرية مهمة تمثل 65% من الثروات الوطنية القابلة للاستغلال. إلى ذلك يرتقب أن يعمل هذا الورشة الهيكلية المطل على الواجهة الأطلسية لجنوب المملكة المغربية على النهوض بجهة الدخل وادي الذهب التي تعد بوابة لبلدان القارة الإفريقية ومركزا لجذب مستثمرين مغاربة وأجانب مهتمين بالتصدير إلى إفريقيا لا سيما في إطار منطقة التبادل الحرة القاري. يقول إخوتنا المصريين اللي اختشمت ومن لم يملك درة خجل مثل الخائن عبد الإله عيسو الضابط السابق الذي اشتغل لسنوات جاسوسا ينقل للمخابرات الإسبانية كل أخبار الجيش المغربي بين سنتي 1998 و2001 لا يزال يسترزق من أعداء المغرب، لكنه حول الدفة هذه المرة نحو المخابرات الجزائرية الذي جندتها بمقابل ليردد على مسامع الجزائريين ما يرغب فيه الكابرانة. وبكل الدناءة المنتظرة من هكذا جاسوس ظل يكرر خرجاته في ضيافة إعلام العسكر في الجزائر يهرطق ويفتري الكذب طمعا في استدرار واستمرار عطايا الكابرانات التي أسالت لعابه وجعلته ينقلب على بطنها ويقلب وجهته ودفته ناحيتهما بعدما وجد نفسه صفر اليدين وقد تخلت عنه المخابرات الإسبانية ورمت به في مزبلته. فمن يكون عبد الإله عيسو المستاد في 1965 والذي أثار إلا أن يكون ضيفا على قناة الشروق نيوز الجزائري ليردد السيناريو الذي لقنه إياه أسياده الجدد ويحاول الضرب في مؤسسة عتيدة لا تقبل بخائن في صفوفها، وهو الذي غادر مدينة تطوان عبر الهجرة غير الشرعي بعدما أزفت نهايته وظهر أنه جاسوس مدسوس داخل المخابرات الإسبانية حينما كان في صفوفها. إنه لا شيء بل أدنى من لا شيء، فهو خائن للوطن قادت إسبانيا وطرها منها وتخلت عنه بعدما استجد السفر إليها عبر رسالة شهيرة كان أرسلها إلى أحد معارضي الحكومة الإسبانية في وقت سابق، وبالمناسبة خاطبه باسم خوسي لويس من أجل أن يتدخل لفائدته حتى ينعم عليه أسياده الإسبان نظير ما قدمه لهم من معلومات لفائدة جهاز المخابرات. وقد اشتكى أن من سخروه لطعن وطنه في الخسر تخلوا عنه وتركوه معلقا إلى أن دبر حالها وصدع الفرار نحو إسبانيا لكن دون أن ينال شيئا مما وعد بها. أيضا الخائن عبد الإله عيسو وبعدما ضاق صبرا من طول الانتظار لم يخفي خيانته للوطن وخدمته للمخابرات الإسبانية، وهو أمر صرح بها بعظمة لسانها لدى وسائل إعلام في الجارة الشمالية وبأنه طلب اللجوء السياسي فيها لكن طلبه قوبل بالرفض القاطع. فهل في كل هذا ما يسرع الانتباه غير أنه مثل ذيل الكلب لا ينعدل وأن الخائن لا يزال وفيا لخيانتها ولخسته وندالتها؟ ولأن الخيانة لا تنسى وخط الرجعة فيها غير موجودة فمن الطبيعي لمثل هكذا خائن تبرأ منه والده عبد الله عيسو وعائلته بالكامل أن يبحث عن ملجأ آخر لها ليجد ضالته في حجر مخابرات دولة الكابرانات الذي جعلته ناطقا بما يرضيها ويرضي النظام القائم فيها عبر صرف الافتراءات والأكاذيب حول مؤسسة القوات المسلحة الملكية التي ضلت وستظل البعبع الذي يخيف الجبناء في جارة السوء.
أفادت مصادر أن شرطة الحدود بمطار مراكش الدولية منعت نائب برلماني من جنوب إفريقيا من الحلول بالتراب الوطني. البرلمانية موضوع المنع من الحلول بالمملكة المغربية الشريفة كان ضيفا في افتتاح أشغال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان بمراكش، ويعتقد إن سبب منعه من الدخول مواقفه المنوئة للوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة. وأضافت مصادرون أن البرلمانية كان مصدوما وغاضب كما أبدى ردة فعل خاص، وقام بالرجوع نحو جنوب إفريقيا دون مشاركته في افتتاح أشغال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان بمدينة مراكش الحمراء. انتصرت الباترون المغربية للوطن. بعدما رفض شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب عقد لقاء مع رئيس ممثلي الباترون الفرنسيين حين زيارته للمملكة المغربية في 26 يونيو الماضية، والسبب أن الأجواء مشحونة سياسيا بين البلدين. ووفق ما نقلته مصادر خاصة عن شكيب العلج، طلب من نظيره رئيس الاتحاد المعروف بالباترون الفرنسي تأجيل اللقاء بينهما إلى أجل مسمى، فإن الأمر يحيل على موقف الباترون المغربي الحاسم إزاء ما يجري بين المغرب وفرنسا تحت رئاسة المتعجرف إيمانويل ماكرون. وأبدت الباترون المغاربة صلابة مقابل المواقف الرمادية التي تتبناها فرنسا تجاه المملكة المغربية، خاصة إزاء قضايا الحيوية، فضلا عن مواقف رئيسها الذي انبر إلى مداهنة ومهادنة النظام العسكري الجزائري ووضع اليد في اليد ضد المملكة المغربية. موقف الباترونة المملكة المغربية لفت انتباه الإعلام التونسي لتوريد صحيفة تينيزيا نيمبرتيكا بأن نائب رئيس الباترونة الفرنسية رفض التعليق حول هذه الواقعة، رغم أنه سبق وأكد قبلها بأن البرود الدبلوماسي الحاصل بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية لن يرخي بدلالها على زيارة رئيس الباترونة الفرنسية إلى المملكة المغربية. وكان رئيس الباترون الفرنسي أفاد بما يلي: الأكيد أن هناك سياق سياسي، لكننا رؤساء مقاولات اقتصادية ولن نمارس السياسة. ما يهمنا ونظرا إن المغاربة هي مشاريعنا، الوضع السياسي بإمكانه أن يؤثر خاصة على العقود العمومية، لكن فيما يتعلق بالمقاولات الخاصة فإنها تبحث فيما بينها عن أفضل التقنيات وأفضل المستثمرين. اللافت أن ولاية رئيس باترون الفرنسية ستنقضي في 6 من شهر يوليو المقبل، حيث يرتقب أن ينتخب بديلا لها على أن يظل رئيسا لعدة هيئات اقتصادية أخرى في فرنسا، بينما من المقرر أن يعقد في المغرب خلال 2024 اجتماع المقاولين الفرنكوفونيين، والذي يطمع الاقتصاديون الفرنسيون أن يتم لتذويب الجليد الذي استشرى مع نظائرهم المغاربة بسبب رعونة سكن قصر الإليزية. بعيدا عن التعاون التقليدي الذي ما يزال محصورا في قطاع التسليح، تبحث الجزائر من خلال زيارة الرئيس السوري عبد المجيد تبون إلى روسيا عن الرقي بمستوى العلاقات الاقتصادية مع موسكو عن طريق شراكات حقيقية تشمل مجالات أخرى بين قوسين. الجزائر التي تبحث عن دخول أكبر تجمع للدول الصناعية البريكس تسابق الخطوات من أجل تنويع اقتصادها بما يسمح له بأن تتربع كعضو ملاحظ في هذه المجموعة مبدئيا قبل الوصول إلى مرحلة الانخراط التام فيها جنبا إلى جنب مع الكبار بين قوسين. المنتدى الاقتصادي الدولي. تأتي زيارة الرئيس السوري لدولة الجزائر إلى موسكو عاصمة روسيا في سياق هذه المجهودات بين قوسين. يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر عبد الرزاق صغورة إن الرئيس الجزائري السوري اختار بدقة توقيت الزيارة بين قوسين، فهي ترتيب قبل انعقاد قمة البريكس التي ستنعقد بجنوب أفريقيا. وأيضا سيحضر المنتدى الاقتصادي الدولي الذي ستشارك فيه عدة دول كبرى من بينها الصين. ويضيف صغورة زيارة تبون إلى موسكو لها 3 أهداف: زيارة دولية، ملف البريكس، والفوروم الاقتصادي الدولي. ويستطرد قائلا: الجزائر لم تعد تقبل أن تكون مجرد مشترك، هي تبحث عن شراكات. الجزائر تندرج في إطار البحث عن اتفاقيات شراكات مع الشركات الروسية في قطاعات عديدة من بينها الميكانيكا، الصناعات البتروكيماوية، الزراعة،
اليورانيوم، التعليم وغيرها. 900 مليون دولار مبادلة تجارية ضعيفة جدا. ترتبط الجزائر مع روسيا بعلاقات شراكة استراتيجية يقال حسب الجزائريين عريق، لكنها ظلت لسنوات حابسة التعاون العسكري، في حين تبحث الجزائر عن عائدات اقتصادية أخرى خارج الدائرة التقليدية، وهي التي رسمت خطة لتنويع شركائها الاقتصاديين بين قوسين. يقول رئيس مجموعة الصداقة الجزائرية الروسية عبد السلام باشر إن زيارة تبون إلى موسكو تهدف إلى تنويع الشراكات، لأن الجزائر تعتقد أنه لا يجب الإبقاء على التعاون التقليدي المعروف في مجال التسليح فقط حسب تعبيرها. وبلغت الأرقام، يتحدث عبد السلام باشر أن التبادل التجاري بين الجزائر وموسكو يشير إلى 900 مليون دولار، 7 ملايين دولار صادرات الجزائر نحو روسيا، وهي أرقام يرى أنها لا ترقى إلى تاريخية وعراقة العلاقات بين البلدين بحسب تعبيرها. ويلفت إلى أنه كانت هناك لجنة مشتركة انعقدت بالجزائر برئاسة وزراء الزراعة في البلدين، هذا يعني وجود مذكرات تفاهم في قطاع الزراعة. ويضيف أن روسيا تعتبر من الدول الرائدة في مجال البرمجية وتطوير التطبيقات والأمن السيبرانية، في حين تبحث الجزائر عن بنية تحتية رقمية قوية. ومعلومة أن العلاقات بين الجزائر وموسكو الذين وقع سنة 2001 إعلان حول الشراكة الاستراتيجية يجري توطيدها منذ انتخاب الرئيس السوري عبد المجيد تبونة، وذلك من خلال الاتصال والتشاور المتواصل بين البلدين وزيارات عدد مسؤولين سياسيين وعدة وفود برلمانية واقتصادي. بكل اختصار، رحلة تبون إلى موسكو سببها إسرائيل والتعاون المغربي الإسرائيلي في قطاع الأسلحة وإنشاء مصانع للأسلحة بالمملكة المغربية. هذا هو السبب الرئيسي والوحيد والأوحد لزيارة تبون إلى روسيا. تحدث وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن أولويات بلاده خلال شغلها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي لمدة عامين بدءا من الأول من يناير 2024، مشيرا إلى أن الدفاع عن أطروحة الصندلية على رأس هذه الأولويات. وتراهن الجزائر على عضويتها بمجلس الأمن من أجل الدفاع والترويج لأطروحة الصندلية التي تعد ضمن أولوياتها السياسية التي تدافع عنها بكل قوة في المنتديات الدولية، رغم استبعاد مراقبين أن يؤثر ذلك على مسار قضيه الصحراء المغربية بمجلس الأممية. وفي هذا الصدد قال حسن بولانا خبير في العلاقات الدولية إن تصريح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف حول دعم الفكر الانفصالي ليس بجديد، على اعتبار بأن هذا الهدف يشكل أولوية قصوى بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية إن لم يكن سبب وجودها في هذا المقعد. وأضاف أنه منذ سنوات والجزائر تسعى لكسب هذا المقعد غير الدائم بمجلس الأمن لغاية في نفسها، وهي أن تحاصر المغرب أو أن تشكل عليه ضغطا من داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون مفيدا، خاصة وأن الجزائر حاولت إضافة إلى أبواقها الإعلامية أن تبين أن الفوز بهذا المقعد يشكل نصرا دبلوماسيا يتم تسويقه على المستوى الداخلي وحتى على المستوى الخارجي. وأكد بولان أن حصول الجزائر على هذا المقعد لن يحدث فارقا في مسألة الصحراء لمجموعة من الاعتبارات، أولها تفاهة الطرح الجزائري الذي فقد جاذبيته منذ سنوات أو منذ عقود، وثانيا تزايد الدعم الخارجي للمغرب أو الدعم الدولي في مغرب الصحراء والبحث عن حلول ممكنة في إطار السيادة المغربية. وأضاف الخبير في العلاقات الدولية قائلا سؤال ما يمكن أن تحققه الجزائر من عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي لمدة عامين ابتداء من يناير 2024، فلا أعتقد أنها تستطيع الجزائر أن تحقق اختراقا معينا في هذا الملف، خاصة مع تنامي الدعم الدولي والإفريقي والعربي واللاتيني والأوروبي أيضا والأمريكي لسياسة المغرب على أقاليمه الصحراوي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على أن الجزائر طرف مباشر في نزاع الصحراء. وزاد قائلا لا أعتقد أن الجزائر ستحقق أهدافا تذكر في هذا الملف إلا تكرار نفس السيناريو أو نفس الصداحات التي كانت تقوم بها جنوب إفريقيا داخل مجلس الأمن والتي لم يكن يلتفت إليها أحد، خاصة بأن معظم الدول سواء الدائمة العضوية أو غير دائمة العضوية إما تلتزم الحياد أو المنطقة الرمادية
أو داعمة لمساعي المغرب في زيادة على أقاليمه الصحراوي. كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن يحل موشي أريل وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي بحر هذا الأسبوع الجاري بالعاصمة المغربية الرباط ليلتقي مسؤولين مغاربة كبار في إطار زيارة رسمية. ومن المقرر حسب ذات المصادر أن يعقد الوزير الإسرائيلي موشي اجتماعات منفصلة مع نظيره المغربي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيتة، كما أنه ينتظر أن يلتقي الوزير الإسرائيلي وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أي طالب في اجتماع مماثل بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلية أمير أوحنا للمغرب في 7 يونيو 2023، وذلك في إطار تلبيته لدعوة رئيس مجلس النواب المغربية رشيد الطالبي العالمي. جدير بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريط قد أجرى قبل أيام بالرباط مباحثات مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تاساحي هينغابي. المغرب سيصبح واحدا من البلدان الغنية في مصاف الدول المؤثرة اقتصاديا وسياسيا، وذلك بعد اكتشافه كنزا من المعادن النفيسة في أعماق سواحله الجنوبية في جبل تروبيكا، وهو جبل بركاني يقع على عمق 1000 متر تحت سطح الماء. ويؤكد علماء الجيولوجيا أن جبل بركاني ميت كان نشطا قبل 119 مليون سنة، ويقع هذا الجبل على بعد 500 كيلومتر من سواحل الصحراء المغربي، ويبعد على جزر الكناري أو جزر الخالدات ويبعد على جزر الكناري أو الجزر الخالدات بحوالي 400 كيلومتر. ومنذ اكتشاف هذا الجبل كثر الحديث عليه وعلى الثروات التي يتوفر عليها من الكنوز والمعادن النفيسة والنادرة، كما أن هذا الجبل يحتوي على العديد من الأسرار المعلن عليها وغير المعلن عليها، ليصبح هذا الجبل محط أطماع أقوى الدول في هذا العالم. ويحتوي جبل تروبيكا على احتياط هام من الثروات الطبيعية كالنفط واحتياطات هائلة من المعادن النفيسة والنادرة، وهي من العناصر الرئيسية في الصناعة الإلكترونية. من أبرز تلك الثروات التريليوم، الكوبالت، النيكل، الرصاص، الفاندانيوم والليتيوم، وهي عناصر تستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية واللوائح الشمسية والهواتف الذكية. وتقدر احتياطات جبل تروبيكا من التريليوم بنحو 10% من الاحتياطية العالمية، في حين يحتوي على مخزون ضخم من الكوبالت يكفي لتصنيع أكثر من 170 مليون سيارة كهربائية، وهو ما يمثل 54 ضعفا مما تمتلكه جميع دول العالم من هذا النوع من السيارات الحديثة والصديقة للبيئة. جدير بالذكر أن جبل تروبيك يقع تحت الماء على بعد حوالي 150 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة هيرو، بما يعني أنه يقع خارج المياه الخاضعة للصيادة الإسبانية بحوالي 50 ميلا، أقرب إلى الفضاء البحري للجنوب المغربي وتحديدا منطقة الصحراء المغربي. في خرق سافر للاتفاقية الموقعة مع المملكة المغربية سنة 1972، أعلن النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية عن إحراز تقدم في إنجاز مشاريع السكة الحديدية التي ستربط منجم الحديد الضخم في منطقة غرج بلاتة، وذلك تحضيرا للمرحلة الثانية التي تلي بدء استغلال المنجم. وبالعودة إلى نص الاتفاقية المغربية الجزائرية للتعاون من أجل استثمار منجم غرج بلاتة والموقعة بالرباط في 15 يونيو 1972، والتي نشرت بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 48 السنة العاشر في 15 يونيو 1973، تنص على تأسيس شركة جزائرية مغربية لاستثمار منجم غرج بلاتة يشار إليها فيما يلي باسم الشركة الجزائرية المغربية وبأحرفها الأولى شين جيم 72. وتم هذا التعهد بحضور حوالي 40 ممثلا عن الدول الإفريقية الذين جاءوا من أجل المشاركة في قمة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في الرباط. وأكد الطرفان أن إبرام المعاهدة القضائية بترسيم الحدود الجزائرية المغربية ومعاهدة التعاون من أجل استثمار غرج بلاتة يؤكد عزمنا الوطيد على تثبيت دعائم السلم الدائمة الممتدة عبر العصور والقرون.
وتعتبر منطقة جبيلات أرضا غنية بثرواتها الباطنية، وهي المقتطعة من تراب المملكة المغربية، وتوجد تحديدا في الصحراء الشرقية. إذ رفض وقتها السلطان محمد الخامس استرجاعها حين كانت الظرفية مناسبة باتخاذها قرارا أخلاقيا رافضا التحرك في ظهر المقاومة الجزائرية. أوضح الخبير في العلاقات الدولية أحمد نور الدين أن إعلان الجزائر استغلال منجم غار جبيلات على مقربة من تندوف يعد خرقا للاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والجزائر سنة 1972 من أجل استغلاله المشترك لمنجم غار جبيلات والمصادق عليه من طرف الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري هو لبومدين. واعتبر أن الجزائر بإعلانها استغلال منجم غار جبيلات بشكل أحادي ومنع المغرب من استغلال المنجم بشكل مشترك كما نصت على ذلك الاتفاقية، معناه في القانون الدولي أن الاتفاقية الموقعة أضحت لغي لخرق بند من بنودها. وإن تم إنهاء الاتفاقية من طرف الجزائر فالمغرب يضيف ذات المتحدث من حقه الرجوع لنقطة الصفر والمطالبة بإعادة ترسيم الحدود التي كانت قد اقتطعتها فرنسا أيام الاستعمار، لأن ترسيم الحدود بين البلدين كان هو جوهر وموضوع اتفاقية سنة 1972. وتنص ذات الاتفاقية على أن المغرب لديه الحق في استغلال وتصريف معدن حديد غار جبيلات وشحنه عن طريق ميناء يقع على شاطئ المحيط الأطلسي وتوزيع الأرباح مناصفة بين الطرفين. ويقول الخبير في العلاقات الدولية أن المغرب قبل توقيع اتفاقية 1972 كان دائما يطالب باسترجاع الأراضي التي كانت فرنسا قد قامت بضمها للجزائر، وكان هناك وعد مكتوب من طرف الحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك أنها ستقوم بإرجاع الأراضي التي ضمتها فرنسا للجزائر فور خروج الاستعمار. المغرب الذي وقع الاتفاقية سنة 1972 مع الجزائر لطي صفحة النزاع الحدودي الشرقية يضيف المصدر ذاتها الشرط استغلال منجم الحديد بغار جبيلات والذي يعد أكبر منجم للحديد في إفريقيا والعالم على أن يكون الاستغلال مناصفة بشكل مشترك، والشركة التي ستقوم باستغلال ستكون شركة مغربية جزائرية كما هو موثق في الاتفاقية، موضحا أن الاتفاقية كانت تضم ملحقا يتكلم عن تفاصيل استغلال منجم غار جبيلات، مشيرا إلى أن جنرالات الجزائر بغبائهم يقدمون للمغرب هدية ثمينة يجب استغلالها لاسترجاع الأراضي التي ضمتها فرنسا للجزائر أيام الاستعمار. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال إعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس وما تنسوش كذلك دعونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.